بروح الصبح الساعة 5 على الشغل، بنبلش 5:30 6 حسب ما نصل على المصلحة. هاي فورة كمان. طلعنا من فلسطين، طلعت عمري 5 سنين، لصار عمري 12 سنة وأنا أشتغل. بقيت أنا ظليت أشتغل لحالي لحتى الله بعث لي نصيب وجوزت. اتجوزت قعدت كم سنة هيك، لقيت الحالة كريزة وصار حرب وما حرب، صرت أشتغل، رجعت أشتغل، يعني ما بطلت العمل، رجعت أشتغل ولهالآن بعدني بشتغل يا ستي بالمصاري. يعني بتشكل المخيم تقريبا من 25 قرية وبلدة فلسطينية، من يعني نزحوا من فلسطين عام 48، وهن يعني كانوا يسكنوا بشمال فلسطين يعني بالجليل. 79% من اليد العاملة يعني تعمل بالزراعة. آلية التعامل مع رب العمل هي بتصير يعني توافقية، يعني في مكتب ل يعني السمسار أو هو رب العمل، يعني يصير علاقته مع المشغل التوضيب الحمضيات، وهذا من خلاله يعني بصير انه والله بكره في عنا بيك اب بدنا نروح يعني نحوشه بالمنطقه الفلانيه، بصير يا اما عن طريق التليفون او يعني بتنزل للورش قدام المكتب وبصير تم توزيعها من خلال المكتب. يعني احنا مرتبين الشغل، كل واحد له شغله، مثلا انا اختصاصي اني احوش، بس بحال انه صار في بضاعة كتير بالجلب بدي اضطر اني احملها اطلعها لبرا. في واحد بناول الفوار، في واحد بكون شغلته على السلم، في واحد بكون شغلته يطلع على الشجر لفوق، في حدا بكون شغلته يعرب الريف برا، بيعرب الصناديق ينظف البضاعة، في شوفير البيك اب، شوفير بيك اب ها عليه انه ياخذ البضاعة اللي احنا بنحوش له اياها بننظف له اياها بالصناديق يحملها وياخذها. يلا اجيتك، هاي فورة كمان. يعني ورش المخيم الموجود داخل المخيم في عندنا 35 ورشة بشكل عام، من ضمن ال 35 في 3 ورش نسائية بيشتغلوا بال يعني العمل الزراعي بس نسوان، وهي نسبتين تقريبا يعني ما بين ال يعني بحدود 60 عاملة بظن بيشتغلوا داخل الورش. من ضمن هذول الورش في كمان 3-4 ورش للإنكاشي، يعني في نسبة 28 ورشة بيشتغلوا بالقطاف الليمون. الشمس عم تحرقنا حارق، الوكيل بيضل قاعد على الكتف عم بتفرج علينا، يلا يا فلان ويلا يا التان، فورتك وينه فورتك وينه. ما بقول انه هذا الشاب اللي عم بيشتغل
تعبان وهل كان ما عاد فيه يشتغل ينطيك نتيجة أكثر من هيك، ومن عدا البرد والجليد مرات بتكون شتى الثلج بنكون نشتغل تحت الثلج. إذا الواحد وهو قاعد بكون بردان عم برز، فمالك تحت الشتاء ومي ومرض وقريب، وخصوصا القريب، وفي ناس عم بصير مع روماتيزم. نشتغل بالخضرة، بفاصوليا، ببندورة، بخيار، ببيتنجان. بس مخلصين مثلا موسم الخيار والباذنجان بيجي موسم الليمون، نروح نقطف ليمون. يمكن هاي العاملة بتشتغل داخل الخيام وال شو اسمه، حتى ظروف عمل تختلف كليا عن القطف الليمون. يعني قطف الليمون صار يمكن اهون الاشرين. فلسطين هلا في 74 وظيفة منو نشتغل فيهن؟ شو بدي اشتغل طيب؟ فلسطيني دكتور ممنوع يشتغل بمستشفيات الا مستشفيات خاصة، وبكون تحت الضغط، يعني لا بضمان ولا تأمين. يعني يمكن بالمستشفى بحق لي 2 أجانب يجيبوهن، هن وكلهم 2 فلسطينيين، وبكون مرتب أقل من المرتب اللي باخذوه. فيش إنا عندنا يا الزراعة يا الأنروا، بتعرف هلا الأنروا حتى للأسف إذا بدك توظف الأنروا وكان عندك كفاءة، إذا ما كان عندك واسطة ما بتشتغل. أنت امبارح شفتوا واحد متعلم جامعة عم يشتغل بالليمون. في واحد أنا مثلا معي هالصناعات كلها عم بشتغل بالليمون، معي ده أساسا أنا اشتغلت دهان سيارات، كنت أشتغل بويا سيارات، أرش سيارات، صرت أشتغل بالليمون.